وبالتالي أنا شايف أن القمة هذه يجب أن ينتج عنها العديد من النقاط. أولا طبعا بدناش نقول الدعم اللوجستي للشعب الفلسطيني في مقاومته، هذا حق، ولكن على الأقل إصدار ضمن البيان الختامي إصدار يعني بند أساسي جدا، ضرورة أن يؤكد على حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله استنادا إلى مواثيق الأمم المتحدة. هذا واحد. ثانيا وهو بالنسبة إلى الأهم، يعني تشكيل مش رباعية دولية لحل القضية الفلسطينية حلا نهائيا، أنا بقول رباعية عربية ورباعية دولية لدعم الشعب الفلسطيني وإسناده في المحافل الدولية في الدبلوماسية، بما في ذلك موضوع الحماية اللي أنا تكلمت عنه، لأنه في هناك قرار صدر في ما خلي بالك في مجلس الأمن الدولي يا إخوان، لازم هو اللي يصدر قرارات بشأن الأمور الاستراتيجية على مستوى العالم. في حال الخلاف تقدمت مرة اثنين ثلاثة تستطيع الدول اللجوء، وهذا حدث خلي بالكم في الجمعية العامة، في الجمعية العامة تتقدم إلى الجمعية العامة تحت بند جلسة خاصة، جلسة خاصة بعنوان الاتحاد من أجل السلام. الاتحاد من أجل السلام. هذه الجلسة تكون ملزمة، قرارات الجمعية العامة بتكون ملزمة زي مجلس الأمن، مثل مجلس الأمن. مفهوم. ده في تكنيك العمل القانوني داخل الأمم المتحدة. لكن أستاذ عماد كان ليه نقطة جوهرية جدا، قال لك هو الفكرة في القوة، في قوة التأثير على الجمعية العمومية. هي موجودة، الأمريكان ليهم تقل يا أستاذ خالد، أنا آسف يا أخي الكريم، الجمعية العامة كانت تصوت لنا للقضية الفلسطينية بتسعين قصاد عشرة، دلوقتي بقت منقسمة، الأمريكان والغرب والإسرائيليين خلوا الغالبية معاهم، حتى القرار بتاع الجمعية العامة الأمم المتحدة قال عادي، أنت مش قادر تطلعه نتيجة الانقسام. هناك دول عربية تصوت لا تصوت على القضية الفلسطينية. لنكن واقعيين، علينا أن نناقش الواقع حتى نغيره، دي نقطة في غاية الأهمية. أيوة أيوة، أنا متفق معك. يعني أكمل، ماذا تريد من القمة العربية؟ يعني ده أمر هام. القمة قمة السلام، القمة ضرورة أن يكون هناك وحدة صف فلسطيني. وحدة الصف الفلسطيني، يعني خلينا نتكلم بصراحة، لو نظرنا إلى رؤية فتح أو السلطة الفلسطينية ونظرنا إلى رؤية حماس، لا يوجد خلاف بينهم، لا على المستوى الاستراتيجي في الهدف الرئيسي، ولا حتى على المستوى انت ارجعت ده للمصالحه العربيه الاقليميه، لو حدثت فده هيؤثر على الواقع. هي فعليا حصلت. هناك تقارب كبير جدا مع قطر، وهناك تقارب كبير جدا بين ايران والمملكه العربيه السعوديه، بدايه للمصالحه الفلسطينيه. هذا يستطيع من خلال هذه الرباعيه صحيح. العربيه او الخماسيه حتى او السداسيه، واحد قطر، اثنين ايران، ثلاثه السعوديه، اربعه تركيا، خمسه وفي مقدمتهم مصر، على الأقل هذه قوة ضاغطة على كل الفصائل بالتأثير، تأثير مباشر، باعتبارهم يعني قطر وتركيا وإيران لهم علاقات مباشرة مع حماس والجهاد، وبالتالي لديهم تأثير بصراحة أكثر من مصر على هذه على هذه الفصائل. الدول الشقيقة هذه لها تأثير أكثر من مصر، في حين أن مصر لها تأثير على القيادة الفلسطينية، على منظمة التحرير، وإلها يعني إلها علاقات طيبة جدا معها، وإلها علاقات طيبة مع حماس متوازنة يعني بالمناسبة، لكن في الحسابات لا، هذا حليف وهذا حليف. الآن هذه القوة مجتمعة ومتفقة، وهناك مصالحات كثيرة وتم تصفير المشاكل. متفقة. يمكن متفقة. مين اللي انا متفق؟ يعني هو يامل ان تتفق يامل شيء هو متفق شيء ليست متفقه يعني متفقه. قطر الان لديها مصالح في مصر اقتصاديه وفي تبادل وفي علاقات. يا اخي الكريم نظر يا استاذ عماد، يعني هو يرى ان هذه بوادر اتفاق، بوادر ايجابيه، وهناك في تعاون، وهو في قضيه استراتيجيه، قضيتنا كلنا يا جماعه، وبالتالي يجب علينا تجنيب هذه القضيه من الخلافات الداخليه. تمام.